مرحبا فيكم حبايبي برج العذراء، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله الورق يكون مخبي لنا أشياء حلوة وتكون إيجابية وتكون طاقتنا إيجابية. خلينا نشوف أول إشي موضوع الدراسة والعمل، وإذا في سفر للناس اللي عم بيستنوا سفر لبرج العذراء. أساسا أنتم مسافرين، مش الكل طبعا، البعض ما راح تنطبق القراءة على الكل، كلياتها بنعرف وبنكررها دايما. القراءة ممكن تكون عكسية إذا كان في عندك طاقات سلبية. بالنسبة للشغل، عم بتفكر كتير بإنك تترك شغلك، وكأنه مش عم تشتغل بتخصصك أو بالشغل اللي أنت بتحبها، لكن إلك فترة طويلة وأنت متمسك فيها لعدم وجود فرص تانية، ولكن عم بشوفك بتتخذ قرار بانفعال، إما تستقيل، رايح لشغل جديد. ممكن يكون في تغيير معين في موضوع الشغل، عم بشوفك مسيطر على الأمور، وكأنه الشغل ما عم يعطيك المكان اللي انت بدك اياها، او ما عم تكون كتير سعيد. لكن بالشغل الجديد في بشاير حلوة عن شغل جديد ممكن تكون سعيد فيه، او شغل اضافي حتى، ممكن حتى تكون يعني بشغلك القديم بنفس الوقت عم بتشتغل او بتفكر بمشروع اضافي او دخل اضافي، وعم بتكون ناجح في هاي الخطوة. لناس اللي عم يدرسوا، عم بشوفك كتير مبسوط في النهاية من بعد تعب وجهد، لكن الحظ كان معك يلعب دور كبير. شايف ورق يعني فيه طاقة كتير حلوة، في خبرية، في شغلة رح تصير للناس اللي بدرسوا، حتى للناس اللي بيشتغلوا رح تكون عم تكون حلوة كتير، عم تيجي من برج ناري. بالنسبة للطاقات، أكترها أبراج نارية ومائية وأيضا هوائية، لكن الأكثر عم بتكون، والله عم بيكونوا متساويين، بس الأقوى أكتر إشي ممكن تكون المائية، عم بلعب دور كبير في موضوعك في الشغل وفي الدراسة. خلينا نشوف للسفر، للناس اللي بيستنوا سفر ممكن، أو تغيير مسكن، تغيير مكان، تغيير اللي هو تغيير في المكان. في شهر تموز إذن برج السرطان، عم بشوفك بتتعب كتير في هذا الموضوع، ولكن ما حدا عم يعرف. عم تشتغل بتكتم على موضوع السفر للناس اللي بدهم يسافروا، وعم بتكون المادة هي الأساس اللي عم بتحرككم، يعني السبب هو المادة، الفلوس اللي عم بخليكم تفكروا في السفر أو في تغيير المكان. عم بيكون في أمل كبير، وكأنه في ناس عم يعطيك أمل في موضوع السفر، لكن هل يحصل بشهر؟ والله في تأخير شوي في موضوع السفر، لكن أنت عم بتشتغل عليه، وفي أشخاص كمان معك عم يشتغلوا على نفس الموضوع لصالحك. عم بشوفك بالنهاية مسافر، لكن في شهر أيلول، في لا في شهر تموز قصدي، رح يكون في انتظار شوي لموضوع السفر، لكن في أكثر من شخص عم، وكأنكم 3 أشخاص رح تسافروا مع بعض أو بنفس الفترات، إما أصدقاء أو بالعائلة. ممكن تكون لوحدك مسافر، ففي فرصة إنه تكون بداية بشائر بالموضوع. لكن أكون صادقة معاكم، ما في سفر خلال شهر 7، ولكن عم بترتبوا للموضوع. خلينا نشوف للعزاب إذا في عندهم
فرصة للارتباط. استنيتوا برج السرطان، البعض منكم استنى كتير، ما ضل إلا القليل. عم بيكون في عندي ورقة أمل كبير أو شي عم تسمعوه عم بيفرحكم. الصديقات يمكن تجيكم فرصة من خلال الأصدقاء، مثلا إنها تحكي أو يحكي واحد من الأصدقاء إلك عن شخص بده يرتبط فيك، أو عم يلعب دور الأصدقاء في الموضوع أو المعارف. ممكن هذا الشخص يكون جديد ما تعرفه من قبل، عم تجمعكم صدفة أو من هذا النوع. لا، عم بشوف بشاير خير وأشياء حلوة كتير من بعد انتظار. في أكثر من فرصة ممكن تبين بالشهر تموز، لكن أنت راح تستقر على شخص واحد، خلص راح يدخل مخك من أول مرة، وهو راح يكون المشاعر متبادلة بيناتكم. فورق حلو للعزاب. خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين. أول شيء المتزوجين، خلينا نشوف من برج السرطان كيف الوضع بناتهم. في شوية مشاحنات اللي هي بناتكم، ما عم يتدخل حدا تاني، ما في علاقة ثلاثية أو كانت في الماضي، وفي طريقها إلى الزوال. أنت أو الطرف الثاني، القراءة ممكن تكون عكسية، لكن اللي هي مشاحنات مش كبيرة. الطرف الثاني عم بيخطط لموضوع مش ضدك، بس في طرف تاني ما عم يكون مبسوط لهاي العلاقة إنها تستمر، عم بيحاول في تخريب الموضوع، لكن ما أظن إنها علاقة ثلاثية. للمتزوجين، بالنسبة للمرتبطين اللي مش متزوجين، كانت عندك رغبة في الابتعاد عن الشخص اللي أنت معه، إنك خلاص تترك كل شيء وتمشي، ما بدك هاي العلاقة، لكن سرعان ما بتتغير. بالنسبة للأزواج، نسيت، في فرصة للحمل، لكن مش فرصة كبيرة. ممكن أنت تكون عم تشتغل على هذا الموضوع أو عم تستناه، عم تروح على دكتور أو دكاترة، لكن ما في، أنا ما عم بشوف مانع للحمل، في احتمال لكن مش كتير قوي للبعض منكم. بنرجع للمرتبطين اللي مش متزوجين، عم بشوف العلاقة بتروح بالطريق الصحيح، عم بتحاولوا يعني توزنوا الأمور وتفكروا أكتر بنمو العلاقة، خاصة الطرف الثاني رح كتير يفكر من ناحية مادية ومن ناحية عاطفية ومن ناحية علشان يصفي كل الأمور ويصير هذا الارتباط. إذا في فرصة كبيرة للارتباط، ممكن يكون في رفاهية بعد الارتباط، ممكن تعيش برفاهية معينة. بين عندي إنه في فلوس بالموضوع، وكأنه في وفرة مالية عم بتكون بعد الزواج من طرفك أو من طرف الشريك. خلينا نشوف للمنفصلين اللي نفسيتهم تعبانة إلها فترة، ما عم يطلعوا من طاقة الزعل والتعب. خلينا نشوف أكتر شي للمنفصلين إيش مستنيهم. عم بشوفك أنت كتير متوازن غير لما أول ما انفصلت، يعني
في نوع من التوازن، وكأنك نجحت في إنك تطلع من الطاقة السلبية اللي كانت متواجدة عندك. كنت تفكر بإيجابية نحو الانفصال، وكأنك كنت تتخيل الأمور، وهاي شغلة كتير حلوة، تتخيل الأمور السلبية وكأنها إيجابية. كنت عم تتبنى الفكر الإيجابي أكثر، تتطلع على حسنات الموضوع أكثر من سيئاته. كنت تحارب كتير خلال العلاقة، لكن فيما بعد صار في خلص، بعت كل شيء ونسيت كل شيء، وخلص نويت على بداية جديدة عم تتطلع لقدام. وفي يعني في خروج من تعب، في تقدم. خلينا نشوف الطرف الآخر كيف عم بفكر. والله الطرف الآخر جاي وعم بيقدم لك شغلة معنوية كتير ترفع لك من معنوياتك، أو تخليك تقبل في الرجوع. هذا الشخص ممكن يكون اسمه ببلش بحرف الايه، ممكن مش يعني للبعض منكم، بس في شوية اللي هي غموض، راجع بغموض معين، وكأنك انت شاكك فيه او هو شاكك فيك. يعني رجوع، لا رجوع اكيد في رجوع، هو عم بفكر بانفعالية، انه انت كيف مطنشة وكيف عايش حياتك وكيف، وكأنك عم بتبين له، او انت في حقيقة الامر في الواقع انت عم تطلع من التفكير فيه، ولكن هو عم بفكر فيك بطريقة كتير حلوة. عم بيكون في شغف وحنين من طرفه. طيب في رجوع ولا لا؟ ممكن يكون في فرصة للرجوع، لكن عم ببين عندي في طرف ثالث لكنه بعيد عن قلب الشريك، وكأن الشريك بيقارن بناتكم، بشوفك انت اللي هو بحاجتك مش الشخص التاني، وكأنه لا يعني ما بيقدم له اشي هداك الطرف الثالث، فعم يكون متشبث في التفكير فيك. الطاقات عم بتكون شوي مائية، ممكن برج أسد، ممكن برج ناري. عم بشوفه من بعد ما كان لا، وما عم يتخذ قرار معين خاص بعلاقتكم، عم بفوت مفترق طرق ويقرر انه خلص يرجع، لانه شايف هذا الكرت لمصلحتك انت. فممكن يكون في رجوع في شهر تموز. هو كمان يعني كان في القديم بيفكر في البعد جديا، لكن سرعان ما عرف قيمتك، وعم ببين كمان هون ناري البرج أو هوائي، أو ممكن برج سرطان، أو ممكن ميزان. بس عم بشوفه يعني بيقاتل عشانك، ممكن ما يقاتل أشخاص، ممكن يقاتل صراع بينه وبين نفسه، لكن الأمور عم بتروح لصالحك، عم بيصير اللي بدك إياه بالتفاصيل. في شغلات أنت كنت طالبها في العلاقة عم بتحسها عم تتحقق بالفترة الجاي، وأكنها العلاقة رح تتزبط زي ما انت كنت ناويها، لكن انت حكيم في هاي الفترة، حتى بعد الرجوع رح تكون حكيم كتير. في فرصة اذا للرجوع، فرصة كبيرة لبرج العذراء اذا. وهون بين برضه ترابي البرج،
ممكن تكون اللي تتعامل معه. كمان هو عم بيتحلى بالفترة الجاي بحكمة من بعد ما كان اللي هو لعبي ومش عارف شو بده، وساعة ساعة لا، عم بيكون كتير حكيم وعم يملك مفتاح قلبك. هو انت متعلق فيه كتير وهو متعلق فيك كتير، وحتفوزوا ببعض الفترة الجاي. ممكن تكون بالأسبوع الثاني أو الثالث، بس في رجوع وفي انتصار كبير، وكأنك عم تكسب قلبه بطريقة اللي هي ما كنت انت تتوقعها أبدا. شايفتك على مفترق طرق، يعني على قرار مصيري، لكن عم بيكون في سند لك في هذا الموضوع، وكأنك عم تستشير شخص عم بيكون عم يعطيك القوة لحتى تكمل في هاي العلاقة. عم تستعد، عم تكون مستعد للارتباط الرسمي، أو الطرف الآخر ممكن يكون هيك. في وفرة مالية أنا شايفيتها كمان لبرج العذراء، رح تيجي عن طريق مثلا أشخاص. هاي الوفرة ممكن تكون الأهل، أهل الشريك، رح يساعدوا كتير في الموضوع لحتى تتم خطوة الارتباط. إذن رجوع، وفي فرصة كبيرة للارتباط للمنفصلين من برج العذراء. خلينا نشوف نصائح الكون أو الطاقة الكونية لبرج العذراء. إن شاء الله نستفيد من هاي النصائح، أو على الأقل يعني تقدير توجهنا في موضوع معين. بحكي لك إنه بكفيك تحمل مسؤوليات، عم تتحمل مسؤوليات، حتى مسؤوليات غيرك. حتى لو كنت مع شريك عم تتحمل مسؤوليات أكتر منه أو تتبنى مسؤولياته. فبحكي لك خف شوي، يعني ما تاخد كل إشي، أو حتى على صعيد العمل ما تخلي كل المهمات إنه أنت بدك بإيدك تشتغلها. شغل اللي عندك، أو حتى يعني الزملاء ممكن تستعين فيهم لحتى يساعدوك في هاي المواضيع. انت مش كل اشي عليك يعني بدك تعمله. لا تتحمل اكتر من طاقتك. بيقولك اعطي حق لنفسك، ارتاح شوي، حتى ارتاح من التفكير، لانه راح يجيب لك نتائج كتير حلوة. خلي طاقتك ايجابية، في تقدم ببشرك فيه. في قوة بالموضوع، وكأنه القوة الداخلية بيحكي لك طلع القوة الكامنة الموجودة عندك في الداخل. ارجع لنفسك شوي، ما تلتهي بالتانين، أو علي من روحانياتك لحتى توصل للطاقة اللي موجودة في داخلك. استعين بنفسك وبالإلهام اللي بيعطيك إياه الكون، الإلهام اللي بيجي من رب العالمين. نحاول نزيد من روحانياتنا لحتى نوصل لهاي المرحلة، ونكون يعني أكثر عنا بصيرة وأكثر حكمة. فهو بيحكي لك كون حكيم، واعرف كيف تدير الأمور لحتى تخفف عن نفسك. بيحكي لك ما تدخل كمان في مشاجرات ما بتستفيد منها أبدا، إلا تضييع الوقت. ولو إنك تعمل حالك مش شايفها، اطلع من هاي الطاقة. أي مشاحنات في كانت في العلاقات العاطفية أو في العمل، شوف يعني تخيل حالك مش شايفها.
ما تشغل حالك كتير في هاي الأمور، برضو نفس الورق عم يتكرر، بيحكي لك إذا استعنت بطاقتك الداخلية ممكن يصير في تغيير كبير من حولك. إذا التغيير نابع من نفسك، إذا أنت ما غيرت اللي جواتك بيقول لك صعب إنه تحصل على نتائج أو يصير تغيير اللي أنت ناوي عليه. فخلي طاقتك لإلك، ما تعطيها للتانيين وتفرقها بالتفكير بالآخرين. يعني بحكي لك برضه نفس الحكي، إنه إلجأ للروحانيات، للتخاطر، للأمور هاي الروحانية، وخاصة في الليل، وكأنه بحكي لك صلي في الليل أو قيام الليل. هيك الكروت أكتر إشي عم بتبين لبرج السرطان. إذا برج إيجابي عم بتكون التوقعات لهاي الشهر، لكن بنسبة ممكن 70% في أشياء ما حتيجي كتير على ذوقنا، لكن في حظ بالموضوع وفي أشخاص عم بيساعدونا، وفي رجوع للمنفصلين، في بشاير اللي هي ارتباط للعزاء.